ودلوقتي هنعمل مع بعض طاجن العكاوي، عشان كده في دماغي العكاوي. سبقتكم باني سلقت العكاوي، لكن زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في اللحمه بتاعت الباميه، انا برضو لو هعملها في البيت هعمل كده، هسلقها واصفيها. العكاوي بجيبها انضفها كويس جدا بالسكينه لو في اي زيادات من الدهن، وبعدين بجيب معلقه سمنه مع المستكه والحبهان واللورا والملح والفلفل، اشوحها الاول، وبعدين انزل عليها ميه سخنه معاها الخضروات اللي هي البصل والجزر والكرات والكرفس، عود زعتر وعود روزميري. بسلقها يعني يكاد يكون سوى كامل، لان انا عايزاها تبقى مهريه، فانا دي بسلقها مش ثلاث ارباع سلقه، بسلقها تقريبا سلقه كامله، وبصفي الشوربه بتاعتها. يبقى عندي دلوقتي عكاوي مسلوقه وشوربه العكاوي متصفيه. بعدين اكبر قدر ممكن من البصل، يعني انا لو مستخدمه كيلو عكاوي او يعني عكوه كامله عامله 2 كيلو، عامله 2 كيلو ونص، عامله كيلو ونص حسب، هستخدم قدهم بصل متقطع شرايح، فلفل رومي شرايح، لورا، مستكه، حبهان، وعندي هنا لسان عصفور متحمص. هستخدم السمنه في دهان الطاجن اللي بيسخن في الفرن حاليا، اكيد هستخدم ملح وفلفل، والحقيقه انا عندي هنا وحدتين فلفل حامي هحطهم مع الرومي صحاح، برضو مش بيدوني ان الطبق يطلع حراق، لكن بيدوني ان الطبق يطلع عارفين حرش كده زي ما بنقول بالمصري، يعني حرش. طيب انا بما اني سلقه العكاوي ومعايا الشوربه هعمل ايه دلوقتي؟ هحط السمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هحط فيها البصل، بسم الله، هحط مع البصل كل التوابل، لورا، فلفل اسود كتير، ملح، وخلوا بالكم ان احنا حاطين ملح مع سلق العكاوي فما تزودوهوش قوي، حبهان، مستكه، وابتدي اقلب الكلام ده كله مع بعض. اقوم منزله الفلفل الحار والفلفل الرومي، هاخدهم تشويحة واحدة بس. هاخد معلقة سمنة في الطاجن اللي أنا سخنته في الفرن ده، معلقة سمنة هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين أحط اللسان عصفور اللي احنا حمصناه في الطاجن، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين اخد العكاوي اللي اتسلقت، هاخد بقى الفلفل الرومي والحامي مع البصل والتوابل دول مع شوية السمنة البلدي اللي معاهم، واقوم قافله بيهم الطاجن هنا، بس بعد ما احط الشوربة، لان لما احط الشوربة هيبقى صعب عليا اوصل لما احط البصل هيبقى صعب عليا اوصل الشوربة للطاجن كله. اقوم واخده كل الكلام ده وداخله بيه على الفرن.